ونادي على النائب السيد بالخير زكريا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الشعب الجزائري، سيد الرئيس الموقر، سيد الوزيرة والوفد المرافق لكم، زملائي زميلاتي النواب، أسرتي الإعلامية، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. معشر السادة، دعونا نتأمل قليلا ولنطرح سؤالا: لماذا خرج الجزائريون عن بكرة أبيهم غاضبين في حراك شعبي مهيب سنة وش من سنة جمعة؟ ها؟ أيام زيارة، أنا مذكرين بلي سنة 2019. سيد الوزيرة، خرج الجزائريون غاضبين لأنه اكتشفوا أنه قد تشكلت قوى غير دستورية في الجزائر، أدت إلى ممارسات غير دستورية وكرست ثقافة اللا دستورية. لهذا اكتشفنا أنه الانحراف عن الدستور سوف يؤدي إلى انحراف في البلد. الحمد لله، قدر الله ومن علينا الله أننا استدركنا ولو النزر القليل. أنا لست ابن الحراك، أنا بكل فخر واعتزاز أنا من المساهمين في صناعة الحراك ومن المساهمين في صناعة الوعي الشعبي وترشيد الحراك. حينما وصلنا إلى محطة الانتخابات حول الدستور صوتت بلا على الدستور، رفض الدستور، مع أنني كنت أنظر وأؤسس لفكرة حراك الصناديق والتوجه نحو الاقتراع بقوة. بعد ما صار الدستور هو دستور جزائريين جميعاً، قدمت عهدا لله ثم لوالدي رحمة الله عليه ثم للأمة أنني سوف أفدي هذا الدستور بروحي وبحياتي وطوال مسيرة النضالية لكي نكرس جزائر جديدة تحترم المؤسسات وتحترم القوانين وتحترم الدستور. اليوم يا سيد الوزيرة، هذا القانون الذي أراه هادما للعلاقة مع البرلمان وليس ناظما لها، يعني من غير المنطقي ومن غير المعقول. وقد سألتك قبل سنة في سؤال شفوي حول القانون هذا الذي انتظرناه، الفكرة مرفوضة من الأساس. أنت قلت في كلمتك بالأمس هل يمكن أن لا فرق كونه مقترح أو مشروع؟ لا، هذا يفرق عندنا ويفرق عندنا كثيرا. ما ناش صغار باش تلبسونا لبستنا، هذا قانون يخصنا حنايا، كان ينبغي أن نقدمه كمقترح. ويقولوا الجزائريين شغل المليح يطول، انتظرنا مدة طويلة ثم تمخض الجمل فأنجب فأرا. جبت يا سيد الوزير قانون تعديل بسيط جزئي لم يزد شيئا في صلاحية نواب، بل كان فيه انتقاص كبير وفيه استفزاز كبير. القانون العضوي هو قانون خاضع للدستور ومتمم ومكمل وشارح وليس متغول على الدستور. المادة 155، المادة 87 مكرر، يعني مسحتها وكأنني رأيت شيء من التواقح في قانون عضوي على الدستور. دوكا سيدة الوزيرة، الشفافية هي أهم حاجة في البرلمانات، والشفافية هي أهم حاجة في إعطاء صورة مليحة للجزائر. كيفاش حنايا نتحرموا من في قانون عضوي تجرأ على مادة دستورية أعطتنا صلاحيات كبيرة، حجمنا كامل الصلاحيات، ومن بعدها في نفس الوقت ما عندكمش الحق تسائلوا في قضايا الدفاع، مع أنه عرف برلماني متعارف عليه، كنت ولا جزائري يقدر يلحق لهذيك النقطة. ومن بعد ثاني يمنع النشر. دوك سيد الوزير، استندتم في هذا القانون على الدستور ولا على قانون العقوبات؟ بالله عليكم، لغة بوليسية فجة في هذا القانون: يمنع، يحظر، يلزم، شنو هذه المصطلحات؟ مثل ما شفنا خطاب بوليسي في هذا المنصة من طرف وزير. هذا الأمر يسيء لكم أكثر مما يسيء لنا. احنا يا رجال، وما يقدر حتى واحد ينتقص من رجولتنا لاننا نمثل رجولة الشعب الجزائري، ولكن بهذه الطريقة الفجة وبهذه الطريقة البوليسية وبهذه الطريقة اللي ما تذكرتنا بأيام ما قبل الحراك، صدقوني انتم اكبر متضرر. لله الحمد والمنة، السيد رئيس الجمهورية ابدى عن غضبه البارح، قد حصحص الحق. طبيعة الحال اما يغضب السيد رئيس الجمهورية او يغضب الشعب الجزائري، ونعود الى الخلف ونعيش ما لا يحمد عقباه. لهذا نحن لا نزايد عليكم ولا نقبل أن تزايدوا علينا. سيدة الوزيرة، رئيس الجمهورية غضب من التماطل من عدم الجدية. المادة 119 من الدستور أحالتكم إلى قانون عضوي اللي يشرح الاستعجال، ولا مادة دستورية سقطت ما هدرتوش عليها كامل.
كاين ماده دستوريه هضرت على الاستثناء في القانون ماده 98 وهضرت عليه باسهاب وعرفنا ما هو الاستثناء. الاستعجال ما عرفناش، وتعرفوا ذهنيه المسؤول الجزائري. انا دخلت في صدام مع مسؤول محلي لاجل قضيه راي ام، رقدت نظرت لقيت روحي متهم اتهامات ثقيله. ربي يقدر ومشكور السيد الرئيس والناس وقفت معنا، ولا كانوا يزجوا بي في السجن ظلما. راكم تعرفوا درك احنا قوانين اصلا اللي مليحه وزينه وكنا فرحانين بها، ما يستجسد وقلنا ذهنيه وندوقتنا تزيدونا فاني قوانين مستبده، رانا خمم فيما بعدي وبعدك وما بعد مرحله الرئيس. لهذا انا ابرأ امام الله تاريخيا من هذا القانون والمساهمه في هذا القانون. شكرا، بارك الله فيك.